شكر. انتهت الوحدة التدريبية قبل الأخيرة. الفريق واللاعبين معنوياتهم عالية على الرغم أنه أكو صعوبات، والصعوبات مثل ما تعرفون أنه الفريق ما التحق بكامل العدد، لكن هذا ما نقول أنه عذر، لكن هاي هي صعوبات ومتوقعة أنه تكون أكو كثير من الإصابات أو كورونا، فلذلك احنا ان شاء الله عادين العده انه نكون نتقوي، وان شاء الله تكون مباراه قويه. ثقتنا عاليه بلاعبينا، هذا الشيء طبعا يعطينا العزيمه انه نحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. نتمنى منكم الدعم حتى نقدر انه نواصل النتائج الايجابيه.